اليوم في هذا الجمع اللي جينا هنا قدام ملعب الوداد البيضاوي على قبل واحد المشكل ديال مجلس المدينه، لاننا شفنا درنا واحد الطلب ديال لقاء مجلس المدينه وتقبل عادي، جمعنا من الناس ناقشنا معهم بعض المشاكل عندنا وبعض محطات مدينه الدار البيضاء، اذ بينا كنتفاجئوا واحد النقابه اللي هي كنقولوا حنا نقابه عتيده ومن النقابات بعض الاعضاء فيها كيمشيو يحتجوا على المدينه باي سبب انهم يقوموا بالزياره لهذاك المجلس المدينه. اليوم حنا جينا كنقولوا لهذاك المجلس المدينه اللي خرج واحد المسؤول فيها كنائب عمده كيقول لي ما غنبقاوش نستقبلوهم. حنا اليوم كنقولوا حنا الا ما استقبلتيناش كما استقبلتينا مقابله عاديه غتقدر تستقبل الناس حنا بالاحتجاج، لا هو لا وليت الجهه، هذه رساله كنوصلوا لهذوك الناس، لا ما يمكنش اننا نتكساو وحنا كنقابه كتدافع على العنصر البشري، ما كندافعوش على المشكره مول الطاكسيات، على السائق مهني المزاوي اللي ما عنده مسكين حتى مكتسب اخر. هذه الرساله اللي جمعنا حنا اليوم هنا. العالم كيتطور العالم، وهذيك هي واحد البوابه ديال المحاربه ديال الاقتصاد الريعي، ما يمكنش واحد السائق بغى يخدم دابا كيلقى الكريمه بالثمن، كيلقى الطاكسي بالثمن، المتنفس ديالو واحد هو ذاك التطبيقات، حنا مع الدوله ان وزاره النقل او وزاره الداخليه يديروا واحد القانون يخرج حيز الوجود ويخدموا يخلوا الناس يخدموا عادي، باش اي واحد يخدم يخدم مرتاح، والسبب ديال الصداع هو هذاك المشكل، يعني ما يمكنش لينا حنا نبقاو ساكتين واحد عنده 40 طاكسي كيشوف المصالح ديالو ولا 50 طاكسي ونجيو حنا نتخبى. التطبيقات ما كيشكلوا حتى شي خطر على الطاكسي، علاش؟ لانه الطاكسي عنده الكليان ديالو والتطبيق عندهم الكليان ديالهم، حيت هذوك الناس ما كيجوش للزنقه وكيهزوا، كيعيطوا لهم اشخاص، كيعيطوا لهم ناس اخرين من ديورهم من كذا كيجي يهزوا ويدي بحالاته، يعني بالنسبه للطاكسي، الطاكسي ما كيديرش هذه المهنه هذه، الطاكسي كيدور في الزنقه. ما عندوش غيعطي واحد التليفون ولا غادي، هذا هو اللي الفرق اللي كاين. المسؤول خاصهم يشوفوا بعين الاعتبار هذه المساله دابا، حيت حنا خوت كنضاربوا، حيت خوت حنا المغاربه اللي في التطبيقات مغربي واللي في الطاكسي مغربي، وتا واحد ما كيدير القهاوي وحده، الارزاق مختلفه كل واحد غادي رزقه ياخذه. هذه المساله هذو اللي نايضين، ما نايضينش الشيفور راه ما نايضش، راه مشكار اللي نايض. هذه المساله راه 100% ونتحدى اي واحد يجي بدا يهضر معايا غنقول ليه راه مشكار هو اللي نايض. راه ما نيتش من هذاك مسكين داك الشيفور اللي كينوض مع الصباح كيضرب تماره، ما عارفش اش واقع كاع، ما نيتش ما عارفش شنو واقع، كيجي يقول لك حقا كيديو لنا الكليان، لا والله ما كاين هادشي. نتحدى اي واحد يقول لك مون الطاكسي هذا راه كي زعما كيزاول فحال التطبيقات. التطبيقات اول حاجه الناس راه اللي كيعيطوا لك كيكون في دارو، كيكون في دارو ناعس، الو جي خو ديني الطاكسي ما غيمشيش عنده يدي لانه ما مساليش، عنده روسيطه غليظه ما يقدرش يدير. والمهم هذا هي الرساله لهاد المسؤولين هادو، يشوفوا معايا الاعتبار بانه راه الناس كياكلوا في العصا بخصوص كازا، الناس كتاكل في العصا والناس اللي في التطبيقات رخوتنا والناس في الطاكسي رخوتنا، كفى من التهور، كفى من التهور، راه هادشي راه ما خدامش. كنقابه ديمقراطيه النقل جينا نردوا على دوك اللي مشاو للجهه وقالوا لهم راه ما كنمثلوش الطاكسيات، الحمد لله هما الطاكسيات. حتى العشيه وتواصلنا مع القاعده اننا نتلاقاو والحمد لله هما راه القله من القله اللي جاوا اليوم، لان كاين اليوم عيد ونتمنى من الله الاخوان يعني باش ما يبقاوش يقولوا راه ما عندناش الطاكسيات. الحمد لله قاعده راه كاينه لا في المدن لا في اي بلاصه في المغرب، وكنوصلوا الصوت ديالنا على الاقل للجهه الدار البيضاء الصلاه العمده لانه استقبلنا ودار معنا اجتماع، كيقولوا راه ما عندناش قاعده ديال الطاكسي، وكانوا دو في الاجتماع على قبل المحطات على قبل البلايك ديال بسي طاكسي ولا الصنف الثاني حتى هما، وكاين بعض النقابات اللي خرجوا بشي بلاغات ان ما عندناش الطاكسيات، والحمد لله راه كيبين لكم هاد الطاكسيات كاملين راه تابعين نقابه الديمقراطيه النقل، والادعاءات باننا ما كنمثلوش طاكسي، الحمد لله الطاكسي وحنا مع التطبيقات ماشي ضدها، لان اغلبيه موانا الشكار هما اللي كيحاربوا هاد النقابه، والحمد لله ما عندناش موانين شكار نهائيا في النقابه، كلشي سائقين مستغل عنده وحده ولا خدام شيفور، وهذا الشيء كله دايرينو باش يحاربوا السائق باش يبقى خدام بواحد الروسيطه اللي 45 فرانك، وما كيعطيهمش الدعم ديال المازوت. هاد النقابات اللي كانوا خارجين على قبلنا الدعم ديال المازوت راه ما كيعطيهمش للسائق.